تبقي عشقي والنوايا شام مهما اجتمع وتكالب الظلام ورح يبقى حضنك أدفى حضن بهجي ونرمي بحضنك هالتعب والنام نزلت عخدت دموع والجوع ما أصعب ليالي الجوع بس اللي مثلي للأزل ما بينكسر بس اللي مثلي للأزل ما بينكسر وبأعلى صوتي بهالأرض مسروع مسروع تذكري يا شام كيف كنا سوا نمشي بحاراتك ودقدقنا الهوى رح ينطوى ورح تبقي عشي والهوى يا شام هدول افراطة قدامي رح اجيب لك اياها رح اجيب لك رزم رزم وكل رزمة بالدولار اخضر يعني كل ورقة تسوى 10 مني معك ايوه دولار عم والله راح تطير لي السكرة يعني هدول الدولار قديش تقريبا بيطلعوا كتير اذا ثلاث ايام بتضل تعد فيهم ما بيخلصوا ايوه ايه بس ما قلت لي شو المقابل ها هلا بلش الشد اسمع شو بدي اقول لك وفهم علي منيح لك انت شو عم تحكي اسمعيني يا اختي اسمعي بنتك اتزوجت على سنة الله ورسوله شرعا على سنة الله ورسوله وما عملت شيء يغضب رب العالمين واللي ما بيغضب الرب ما بيغضب العبد أنا بدي جوزها بس مو هيك هي بنتي الوحيدة بدي افرح فيها أحسنتي وهلأ صار فيك تفرحي فيها كمان أنا حميتها وبعدتها عن درب الضلال ما مصدق ليش هيك عملتي يا بنتي يعني انتي خلاص جوزتي مشي الحال نعم يا اختي تزوجت لم تعد بكرا اصبحت سيب وهي الان امرأة محصنة وهذا مهرها أنا هيك بريت زمتي قدام رب العالمين وقدامكم وانتو أصبحتوا من اليوم مسؤولين مني أنا وكل كم يوم إن شاء الله ببعتك على المشفى تتحسن أمورك وهلأ هبة هتمشي معي على بيتها معززة مكرمة ووقت اللي بتحب تجي تزوركم بتاخد موافقة ولي أمر اللي هو أنا وأنا بوصلها لعندكم سامحيني أمي كنت حابة أشوفك عروس كل شيء اسمي ونصيب وأنا رضيت بنصيبي أحسنتي الله يوفقك يا بنتي
الله الله يوفقك يا بنتي. لك شو عم تحكي انت؟ مهند انت جديت؟ لك اهدى شوي واسمعني للاخر، القصة ما بدها كلها نزاهة، شو بدك؟ لك شو بدها ما بدها؟ بدك تروحني فيها وتخرب لي بيتي؟ عم اقول لك اهدى وقعد. لك اقعد. العملية مضمونة 100%. نحن رح نزودك بالمعلومات ورح نطالعك منا مثل الشعرة من العجين. لك مين انتو؟ مهند مين انتو؟ مين في وراك؟ وراي ناس تقال تقال كتير وما رح يخلوك تتأذى. صدقني ما رح تتأذى. لا اخي لا ماني موافق. ايه على راحتك، بس يكون بمعلومك العملية رح تصير رح تصير، وانت تورطت وصرت معنا ما عاد في بتخلق، يعني رجلك صارت بالفلقة. مهند بدك تجنني؟ انا بشو تورطت معك؟ نسيت انك اشتغلت معنا وقبضت مصاري ولا بتحب ذكرك؟ يا سيدي هي اميتها 16 يوم سجن. مظبوط 16 يوم سجن، بس لما يكون القبض من الجهات الخارجية بتفرق كتير. وانت اكتر واحد بتعرف شو يعني جهات خارجية سيد سمير. من الاخر العملية رح تصير، واللي رح يساويها رح يقبض المصاري ورح تطلع عندي بلوشي، لا من هون ولا من هون، وساعتها رح نقول الله يرحمه، ما حدا رح يسمع عنك ولا كلمة. مهند انت شو بدك مني؟ بوس ايدك قلي شو بدك مني؟ لك يا اخي انا هيك شغلة ما بشتغل، اتركني بحالي اتركني. والله يا سمرة ما بدي منك شيء، بس حابب ذكرك انه انت تورطت معنا، ما عاد فيك تخلع، يعني موجود موجود، كانك عملت العملية ولا ما عملتها، انا بدي ساعدك. خلص قلت لك بأول إجازة رح أنزل وما بقى أطلع. هلا ما فيني، إذا ما معي إجازة نظامية ما بقدر أطلع. أنا بدي إجازة لو حتى يوم واحد، بس مرقت على الحواجز وصرت بالبلد ما بقى أطلع، والجيش ما رح يفوت على البلد. يا كلب أول ما شفتك عرفت إنك خاين وكلب. عبد الله زيدي هذا بده ينشق. عبد الله انت مو شغلتك تحاكمه، انا بحاكمه. سيدي بس هاد خاين. عبد الله انت سمعته بالاول؟ سيدي انا سمعته عم يحكي على التليفون وعم يقول باول اجازه له رح ينشق. لا انا ما قلت هيك. كذاب. الله اذا قوسته طلع بريء رح تعيش انت طول حياتك تاني بالضمير. سيدي هذا مانه بريء، هذا واحد من الناس اللي قتلوا اخي وانا لازم انتقم لاخي. عبد الله حط احتمال 1% تكون غلطان. سيدي ماني غلطان، انا سمعته. هذا رفيقك قتلته على جبهة وحدي، حميته وحماك، ارمي سلاحك ولا تخلي الغضب اللي جواتك يسيطر عليك. سيدي هذا مجرم. إذا مجرم أنا بعاقبه، بوعدك رح أعاقبه، بس أنا ما رح خليك تتحول لمجرم. عبد الله اهدى، نزل سلاحك، نزل سلاحك، نزل. اعطيني موبايلك. تفضل سيدي. بعت لي ولا ضابط الامن. حاضر سيدي. الحقني على المكتب. منوش منوشة شلونك؟ شبك كذا شك متنحى؟ كله منك. شو هذا اللي كله مني؟ إذا تركني. أيوة شو يعني إذا تركك؟ أنا شو دخلني؟
تركني لأنك أختي. شو يعني إذا أنا أختك؟ شو عملت لك أنا؟ شو سويت؟ لا أبداً، ما عملتي لي شيء. عملتي لسمعتي. إذا أنا عارف شو بتشتغلي. عن جد؟ ليش أنت من أمتى بتستعري من شغلي؟ كل عمرك شغلك عار علي. بس حبيبتي هذا الشغل هو يلي علمك ولبسك ورباكي وخلاك تصيري محامية. بس هلأ هاد كل شيء فوق راسي. كان فيك توقفي شغلك بعد ما جمعتي كل هالمصاري. عن جد؟ وحضرتك من عندك تلبسي؟ من عندك تعملي حالك من تعالم وناس قدام رفقاتك بالجامعة يا أكابر؟ ما كان بدي شيء من الدنيا غير الشبية اللي حبيته. والشبية اللي حبيتي كبك ورماكي. صدقيني مو هذا هو السبب. أنا يمكن كون بنت وسخة، ويمكن في يكون على جسمي ريحة رجال سكرانين، بس بعمره ما حدا تركني ولا بعمره حدا زتني. بتعرفي شو؟ أنا يلي كنت أتركن وبعد. عم تحكي هيك لتبرري حالك؟ مالي مضطرة برر لك. أنا ما أذنبت معك ولا أذنبت بحق حدا بالدنيا غير بحق حالي. أنا وسخت حالي لحتى نطفك. بس يا حيفة عليكي، حيفة عليكي. كتير منيح. انت هلا تحقيق غير رسمي. في شاهد سمعك وانت عم تقول انك بدك نشاق. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ سيدي انا ما قلت هالكلمه وحياة النبي. كذاب سيدي، انا سمعته. عبد الله سمعنا. مع مين كنت عم تحكي؟ مع ابي سيدي. احكي لي شو قلت له بالضبط. وسام هلا يمكن الحكي بفيدك، بعدين يمكن ما بفيدك. احكي اللي بتعرفه يلا. بنتي ما بيصير هذا الشيء اللي عم تعمليه بحالك. هذا اسمه حرام. ربنا هو اللي عطى، ربنا هو اللي أخذ. بعدين ماما في عالم كتير رح لأولاد بالأحداث كبار وصغار، وإذا كل واحد بدي يعمل مثلك ويموت ورا أولاده ما بضل في حدا. وحمتي ربك إنه ماتت بحضنك. هذا أمر الله. شو بدي أعمل؟ شو بدنا نعمل؟ أمر الله. والحمد لله على كل حال يا بنتي. الله يرضى عليك. ريحي حالك وطولي بالك. قومي نامي بنتي، قومي. يلا يا معادل يلا، الله يكون بعونها. امي اعمل لك شيء؟ تشربي شيء؟ تاكلي شيء؟ Oh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتنة أشد من القتل يا سعيد. أحسنت. بس لما بدك تستشهد من القرآن الكريم يا توفيق، المفروض تقول الآية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. صدق الله العظيم. هيك بتنقال الآية كاملة مو هيك يا شيخ؟ إيه، بس مين هني؟ لمين الحكي؟ لا ضرر ولا ضرار. أحسنت. إيه سيدي، مظبوط الكلام. أنا كنت بدي أهرب وأتأخذ إجازة. يا ابن الحرام، شفت سيدي؟ طلع تركو. هيك ولا حركة تانية ببعدك على السجن، عم تفهم؟ حاضر سيدي. كمل ولا سيدي. أنا ما كنت بدي أنشر ولا بدي أحمل سلاح ضد رفقاتي، أنا بس بدي ساعد أبي. تشبه أبوه سيدي؟ أبي رجال عاجز، اجته جلطة من شي شهرين وما في من يعينه أو يساعده. وين اخواتك؟ اخي الكبير سافر هو ومرته واولاده وعم يشتغل برا البلد، بيعاوننا شوي بالمصروف بس والله ما بيكفينا. الوالد يا سيدي مريض بالزور، بيقدر يتحرك، بيلزموا ادويه وصعب كثير تفوت الادويه على منطقتنا لانه محاصره ودائما بده من يكون معه. لا بيقدر يفوت على الحمام لحاله ولا بيقدر يشرب كاسه مي اذا عطش، وانا خايف كثير عليه يا سيدي، خايف يموت هو لحاله. هذا أبي. يا ابني خذوا على السجن. عرشي أبو حمزة، أبو مصطفى وأبو القعقاع، تطلعوا بسيارة تطرق الحاجز رشف وقنبلة إن أمكن للإلهاء والإشغال مو أكتر. يكون الشباب طلعوا من الطرف الثاني وضربتوا الضربة القاسمة. حاضر شيخ سعيد. ومبدأ يحمينا ظهرنا. بعد ما تطلعوا رح يجوا وراكم جماعة أبو البراء يحموكم. لحنا كلنا لعيونك. وأنا راي على البيت أتوضى وصلي وأمسك لكم ورد لترجعوا بالسلامة بإذنه واحد أحد. على بركة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. في أمان الله. اطلعوا معهم. ألو. مرحبا غدير. عنين ليلى، شو في؟ لا ابدا ما في شيء، بس بدي اطمن انك وصلت بسلامه، امورك كلها بخير. اطمن عليك العافيه، كل شيء تمام، ما عدا انه كنا حابين نسوي لك عرس مثلك مثل باقي الصبايا. وحياتك انا ماني زعلانه، بعدين مين هلا عم يهتم بالحفلات؟ المهم عندي انكم تكونوا بخير وبسلام. يلا ربي تعالى يوفقك، والحمد لله على طعمك جوز منيح. انت اللي ما في منك. يلا اخي
شد عزمك لأنه بدي دور لك على عروس وأفرح فيك وشوف أولادك كمان. طيب ماشي، بس هلا بعد بكير، بعد بكير. سيدي مضطر خليه بسجن القطع حتى نتأكد من أمره. بس هو ما عمل شيء. حتى ولو بكفي الشكوك اللي حواليه. والله أنا متعاطف معه، يعني بزعل والله. ما في حدا فوق القانون. ألو. لك شبك، ليش عم صرخي؟ بس مشان الله الحق غدير. شو صاير معه؟ ما بعرف مجد، كنت عم بحكي مع غدير وفجأة طلع صوت الصاص قوي وما عاد سمعته أبدا. طيب إمتى هالحكي؟ هلا قبل ما أحكي معه. طيب طيب أنا طالع فورا. يا سيدي شو القصة؟ بعدين فهمك. روح معه؟ لا 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 يا رب يا رب. أحسنتي وعلى نفس القعدة ما شاء الله. أنا خولة اسمعي، أنا فايت غرفة النوم دقيقتين بالكتير، تلحقين. بتعرفي إذا يبستي راسك وما اجيتي شو رح يصير؟ إذا لا سمح الله يعني طلع ببالك وما اجيتي، بتجيب أهلك لهم ولم الحارة كلها صغير وكبير ومقمض بسرير واسأل شرعا. يا جماعة أنا بحق لي اشحط مرتي على غرفة النوم ولا ما بحق لي؟ وبتعرف الجواب، شرعا بحق لي. وساعتها بقى يا خولة رح اشحطك شحط من شعراتك شرعاً. خولة حبيبي. مسا النور. شو حبيبي؟ شو بك زعلان؟ وينك لهلا؟
انت يصير صاحبي حبيبي، هو تمسك فيني وما خلاني امشي لهلا. طب شو اعمل حبيبي؟ هو اصر اني اتغدى عنده. ايه بس هيك انت تغديت وتعشيت عنده. خلصنا حبيبي، خلصنا روقينا، يعني رفيقي وحبيت ضل عنده، شو صار يعني؟ اللي صار انه انا هلا عروس وتركتني لحالي لهالوقت، بكره بعد سنتين شو بتعمل فيني؟ لا يا حبيبتي، بعد سنتين بتكوني صرتي توأم روحي وام ولادي. وعدني انه ما بقى تعيدها. بوعدك اعمل اللي بدك يا، بس انت ضلي رضياني عني. راح اقوم غير ثيابي وبرجع لك. طمني عنك، انت منيح؟ الحمد لله سيدي ما صار لي شيء. في حد تأذى من الشباب؟ اثنين من الشباب بس واحد منهم اصابته خطيره. يلا الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. حكيت مع اختك؟ لا والله يا سيدي ما فضيت. احكي معها، قلقاني عليك. يلا. احترام. يا الله وين راحت هي؟ لك العمى شو انا حماره؟ حدا بيحكي مع اخته هيك؟ وين بدها تكون راحت؟ احتسبهم من الشهداء. آمين. بس وحياتك خردقناهم خردقة وما طلعنا منه اللي مخبين. اللهم انتقم من أعدائنا. آمين. عالجوا الجرحى وندفنهم بثيابهم كالشهداء ونهتم بأهلهم وأولادهم وأسرهم كما نهتم بأهلنا وأكثر. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار بإذن الله. سنصلي عليهم وتصلي الملائكة معنا بإذن الله. رحمهم الله، آنسهم الله، أسكنهم الله الجنة. اصطفوا للصلاة. الله أكبر. صباح الخير ماما. صباح النور. شو فايقك بكير؟ دوار رحلة أنا ورفقاتي والأنسة ليلى. يا ماما بعرف بدك تروح على الرحلة بس لسه بقيان للرحلة نص ساعة.
معلش بروح بكير شمات أخاي يروح الباص ويتركني. طمن حبيبي ما رح يروحوا يتركوك. خافت تأخرت تعصب الأنسة ليلى تتركني يروحوا هنن وأنا ضر. يا ريت كل يوم تفيق بهذا النشاط وما تعذبني. أنا ما بعذبك. مزبوط، مشان هيك كل يوم بتضلك نص ساعة لحتى ترضى تقوم من تختك. نعم على المصيبة اللي حلت عليك يا سمير. شلون بدي أخلص منه لمهنات؟ بس ليش لا تخلص منه يا أجدى؟ فرصة وإجت لعندك رح تنقلك لعالم غير هالعالم اللي عايش فيه. ترفسها؟ يعني معقول أنا بدي؟ لا لا مستحيل. سمير يا سمير ليش ما عم ترد؟ شبك شو بدك؟ يا زلمة وين شارد؟ تقول عم بحكي مع حيط؟ خلصني قل لي شو بدك؟ بدنا نجيب فطور تفطر معنا بدنا نجيب مناقيش. لا أخي ما بدي أكل كله أنتو صحة. اللي بدك يا على كيفك. طيب ما قدرتي تفهمي منه بالضبط ليش رفض المقال؟ على هو بس يشوفك رح يخبرك. والله ما عم بفهم. منيح المكاتبة مقال عن الفساد ولك هاد مقال عن التسول. بس فهميني انه معلش نشوف الولاد عم يشحدوا كل يوم، معلش يكون في عصابات عم تشغلهم وعايشة من وراهم، بس انك تكتبي مقال بجريدة عن القصة لا ما بيصير. انا بكرة الصبح لازم فوت لعنده واحكي معه، هيك ما بيمشي الحال معي. لك وين رايحة هلا؟ اسمعي مني عادي اشربي فنجان قهوتي وانا بحكي معه بالموضوع. رح اضق قلبي يا حرام، حاسة إذا بضل دقيقة وحدة بهالجريدة بفوت اتخانق معه. بدي اتمشى شوي. طيب على راحتك، بس ديري بالك على حالك. ولا يهمك. بالنسبة لموضوع الضيافة شو؟ بالمكتب فرجيك المنيو، حضرتك بتختار. بدك عشاء، بدك بوفيه مفتوح، بدك ضيافة عادية. لك لا شو ضيافة عادية؟ بدي كل أنواع المأكولات اللي عندكم، والمشروبات طبعاً. ما بدي ولا طاولة فقيرة، كل الطاولات بدي أغنية، حتى بالنسبة لموضوع الحلويات. الشرقية والغربية، ما بدي أي حالة نقص بنوبة، عم تفهم؟ على عيني، تكرم أستاذ تيسير، نحن بالخدمة. بس ضروري نعرف العدد. العدد هلا بقول لك يا عاصف، بس بدي منك قائمة كاملة بكل أنواع المأكولات والمشروبات اللي عندكم على السريع. عاصف حاضر. خليك معه. يا حبيبتي عجبك الجناح اللي شفناه من شوي؟ طبعا ما بيغلى عليكي بس هذا جناح ملكي. حلو، بس مشان شو؟ يعني نقضي لنا فيه كم يوم قبل ما نسافر. تيسير انا كم مره قلت لك ما فيني سافر؟ نسيت اني انا طبيبه مقيمه؟ ساوي اللي بريحك، انا ما عندي اي مشكله. بس عفوا. الو يا هلا. اها بالله وباسم الدكتوره هدي. طيب طيب شكرا شكرا، مع السلامة. شكرا. شوفي مبروك حبيبتي، ترخيص المشفى طلع باسمك. هذا يعني انه انت ما عاد في داعي انك تشتغلي عند حدا بنوب. تيسير اذا بتريد فهمني، انا طبيبة مقيمة، انت بتعرف شو معنات هاي الكلمة؟ ايه بعرف شو يعني مقيمة، يعني لساكي تحت التدريب. ما
يعني بدي ابقى سنتين مقيمه بالمشفى لحتى اقدر زاول مهنه الطب. اذا بيكون عندي 20 مشفى ما فيني اشتغل فيه لحتى اخلص هدول السنتين وفوت الاختصاص. طيب حبيبتي شوفي، انا جاهز اني اجيب لك الاختصاص اللي انت بدك اياه. تليفون واحد بس. يسير. الله يخليك، خلينا ناجل حكي بهذا الموضوع. بعدين مو المدير ناطرنا؟ خلينا نروح نشوف. المدير ناطرنا. أجل الموضوع. اكرمي. تفضل. عاصف. أهلين يا روحي. خير هشام؟ عم تدور على شيء؟ لا حبيبتي ما في شيء، بس يعني عم شوف القرارات الجديدة. إذا في أي شيء بخصك أنا ببلغك. إيه بعرف حبيبتي كنتي رح تبلغيني، بس يعني هيك مجرد اطلاع مثل ما قلت لك. مرحبا. أهلين أستاذ نبيل. بس مدام لو سمحتي هذا التعميم بده توقيعي. ماشي، بوقعه وببعث لك إياه. شكرا لكم. شكرا، يعطيك العافية. عفوا. بتعرفي سوسو؟ هالزلمة ما نزل لي على معدي. بالعكس، نبيل موظف كثير محترم. العمى بقلبه. ايه واحد بينحط اسمه بكل اللجان المفروض يكون عنده ثروه. يا من شايفتيه متعربش بباص الوظيفه رايح جاي فيه على الدوام. واحد غيره كان صار عنده سياره. هشام انت شو عم تحكي؟ شو دخل اللجنه بالباص؟ نبيل موظف محترم ونزيه، واحد بيشتغل كثير كويس، ان شاء الله بيروح على البسكليت وبيرجع على البسكليت، شو بدنا فيه؟ ايوه نزيه قلتي لي. إيه لا حبيبتي لا، لا تخافي غير من السلالين اللي مثله، بيكون عم يداري حاله من شان لا يلفت نظر. هشام انت لسه جديد بالشغل حبيبي وما بتعرف الناس منيح. ايه صح مزبوط معك حق، لساتني جديد والله نسيت. بتعرفي سوسن انا عندي قاعده، الناس كلياتها بتشبع بعضها وبكل مكان. روحي شوفي دوائر الدوله كلياتها، بكل دائره بتلاقي موظف ومن تحت لتحت مثل هاد نبيل. بكره بس يوقع الفاس بالراس ببينوا كل هدول، ياما على شاكلته واقع عالم. طيب ما علينا، شيلنا منه هلا. حبيبتي أنا طلبت فطور، اطلب لك معي شاي؟ كنت عملت لك فطور بالبيت. بالبيت ما كان جاي على بالي. هلا بنفطر هون. ألو؟ إيه أبو وجدي. زيدوا الواحد شاي. لا لا مو على مكتبي، على مكتب المدام سوسن. يلا. هشام؟ إيه حبيبي؟ فيني أقعد محلي؟ إيه آسف آسف، تفضل تفضل. شرفي. جوعان كثير على فكرة. بتحبيني؟ شو رأيك؟ طبعا بحبك. بتثقي فيي؟ ليش السؤال هلا؟ جاوبيني بالاول، بتثقي فيه؟ مش طبعا موثق فيه، بوثق فيك اكثر من حالي، بس شو خطر لك يعني؟ ليلى انت بتعرفي انه انا كنت حابب يكون عرسنا غير هيك، بغير هي الظروف وغير هي الطريقه، بتعرفي ما؟ طبعا بعرف، بس انا ما بيهمني العرس ولا بيهمني الناس، أنا المهم عندي إنه نحن نكون سوا. بس أنا والله كنت حابب. أنا كنت عم بنتظر، عم بستنى طول الوقت. أنا ما كنت حاسب حساب اللي عم بيصير. أساساً ما حدا منا حاسب حساب اللي عم بيصير. كنا مفكرين هاي الأزمة يومين بيمرقوا. صار واقع. يبدو لازم نصغر أحلامنا على قياسها. لا ما رح نصغر أحلامنا. ليكني أنا. حلمي كبير كتير وليكو عم يتحقق. ليكك جنبي وراح تضل جنبي كل العمر. ليلى بدي اقول لك شغله تانية. شو؟ اذا صار انا وغبت بدي اياك تدير بالك على حالك وتدير بالك على امي. مش ليش هيك عم تحكي؟ ليش مصر تخوفني؟ ليش عم تقول كلام فكر فيه كل الوقت؟
حبيبتي أنا عم بقول إذا غبت. لا مو إذا وما رح تغيب. ماشي؟ طيب حاضر بأمرك. جاهزة؟ يلا مشي. خبرته كل شيء؟ ايه خبرته. وليش هيك مرعوب؟ شو ليش هيك مرعوب يا خواجه؟ كل الليل ما نمت. الزلمه رافض الفكره من اساسها، طلع من عندي جاني. وعدته؟ قلت له كل شيء، قلت لي اياه حرف بحرف. قلت له على المبلغ اللي بده ياخذه؟ طبعا قلت له. ما عاد اطمن. اكيد راح يوافق. طيب وظرفت شو نعمل؟ فورا تبعت له الشيخ سعيد، هو بيتولى امره. فهمت؟ ايه ايه طبعا فهمت. امرك خواجه. صباح الخير. صباح النور. مين يا زونتي الحلو؟ فاء مو لكون نمت بالاول؟ وليش ما تنام يا امي؟ يعني قلت عامل القصة هيك كبير حجمها وغريبة وكذا، ما بدك الاشياء هذا، لأنه أبوك بالنهاية رايد مصلحتك. وأنا عملت مثل ما بده أبي. يعني تركتها؟ ليش فيني ما أتركها يا أمي؟ برافو عليك، برافو عليك، خير ما عملت. قوم تقبرني هلا، انزل افطار معنا ولحق شوف أبوك قبل ما يروح المديرية. ما بدي افطار، ما بدي افطار. شو ما بدي افطار؟ قوم تقبرني، قوم الله يرضى عليك، يلا قوم. ما حلو مشان أبوك. أمي تركيني كرمال الله، خلص ما بدي افطر. طب يا أخي لا تفطر، عود لو منظر هيك، شوف أبوك الصبح خلي يشوف وشك، قوم تقبرني. أمي خلاص تنهت، الله يصلحك ويهديك. اجتمع وتكالب الظلام، ورح يبقى حضني أدفع حضني بهالدني، ونرمي بحضنك هالتعب والنام. كيف كنا سوا نمشي بحاراتك وددنا الهوى. تذكري يا شام كيف كنا سوا نمشي بحاراتك وددنا الهوى. فاق الغدر سرق العمر، هاد الجمر انت الصبر، كل القهر رح ينطوى، رح تبقي عشي والهوى يا شام. يا شام يا شام